ده نموذج فعلا موجود، انه يبقى شايف انه حبيبته ترقص عادي لانه هو بيتعامل على مع ده على انه شغل، وفي نفس الوقت هو بيغير عليها بره زي ما انت شفت كده بطتي داري شعرك. هو التناقض ده موجود عندنا كلنا. بطتي داري شعر. حاضر يا اختي اسم الله. مش قوي الاول اصلا مريم ابو عوف رحت قابلتها، حكيت لي الاول الشخصيه عشان تعرف انا مستعده اعمل دور رقاصه ولا لا. طبعا انا كنت متحمسه جدا. المجتمع فيه حاجات كتيره كتيره اغرب، انت بتشوف لما بتخش على السوشيال ميديا بتشوف جرائم بشعه، ده احنا يعني خدنا يعني حته صغيره منه. قضيه الدكتور دي قضيه مشهوره جدا، احنا ما جبناش حاجه من دماغنا. العالم بتاع الرقص الشعبي ده موجود، شفت ان هم ناس طبيعيين جدا، فيهم طيبه وفيهم بساطه وبيحبوا الشغل، وفي منهم اللي مجبر على الشغل، وفي اللي فعلا بتحب الرقص جدا وبتستمتع بيه. انت وشايله ام عبايه منك من زمان قوي يا ضحى، كفايه ان انا سكت على عندك وغباوتك، خدتوني في رجلين معاكم منكم لله، وزين ان انا ماشيه وسايباها لكم مش عايز اشوف وشكم. فكرة انه عملت ادوار مختلفة دي انا بشوفها انه ده حظ حلو، انه في مخرجين خيالهم واسع وبيفكروا بره الصندوق وشايفين فيا حاجة انا ما كنتش متخيلها ان انا ممكن العب اي دور، من اول ذات نكذب لو قلنا ما بنحبش، واحدة بنوتة بتحب السينما جدا وثورجية وعندها قضية ومتمردة، والتانية الفلتانة شوية الاي كلاس اللي بتسهر وتشرب وبتحب ولد وفعلا مجنونه وبتطرده في كل حته، وبعدين سجن النساء البنت اللي عندها شغاله بتاعتها قريبه منها وبتغير منها وفي حاجات وبتاخد لبسها وفي انماط كتيره جدا لعبتها. تعالي هنا ما تعرفش تكلمك. انت بنت نسيتي نفسك؟ ها؟ نسيتي انت جايه منين؟ ها؟ نسيت نفسها خالص. ما ينفعش الواحد يبقى طول الوقت واثق في نفسه كده وهو بس اللي بيسمع صوته، هو لازم يسمع كمان صوت الناس، وما ينفعش يبقى طول الوقت بيسمع صوت الناس اللي حواليه عشان هم هيبقوا بيشجعوه، مش هيبقوا عايزين يجرحوه، عايزين طول الوقت بيشجعوه، فبرضو الواحد يبقى محتاج يسمع رأي مختلف عشان يتقدم، لانه طول ما انت بتسمع برافو ايه ده كنت شاطره كنت هايله كنت جامده حلو، بس قولوا لي يمكن اتعلم في حاجه ممكن ما اكونش واخده بالي منها. انا عملت تلفزيون كتير بس اتمنى ان انا اعمل افلام اكتر ومسرح، نفسي اخرج عشان ده الحلم برضو الاولاني خالص، فاتمنى قوي انه في منتج كده جميل معاه فلوس كتيره يثق فيا ويقول لي خدي يا بنتي اخرجي. اتمنى ان ده يحصل في المستقبل.